حرب بوتين ضد أوكرانيا هو عمل عسكري عدواني، وهو عمل ضد دولة سيادية وسيادية ومستقلة تريد أن تحقق أحلامها الأوروبية. نحن في هذه الغرفة، والصور التي ترونها عبر هذا المكان هو الشيوخ والسياسيون الذين أداروا هذه البلاد قبل الغزو اتحاد السوفيتي، ويذكرني ذلك بكما هي الاستقلالية قيمة، ويذكرنا جميعا أيضا أنه علينا دولة مجاورة عدوانية عانينا من خلالها. نعرف الآن أن التكتيك الروسي هو ترهيب السكان ووضعهم على جبهة هذه الحرب، ونعرف أن ذلك يكسر الفؤاد. هذه الكارثة تتطلب دعمنا المستمر لأوكرانيا. كان دعم سياسي، إنساني، اقتصادي، ولكن أيضا عسكري. ثانيا، يجب أن يكون تركيزنا على عزل روسيا بشكل تام من العالم الحر. وثالثا، علينا اعتماد والتكيف مع الواقع الجديد وإحداث تغيير في دفاعاتنا الخاصة. تحارب أوكرانيا من أجل أرضها، والآن هي بحاجة إلى مساعدتنا العسكرية، ونشهد كيف أن المساعدة والالتزام الأمريكيين يستمران في أن يكونا مهمان وحيويان جدا لهذه القضية. استونيا والولايات المتحدة هما من بين الدول الأولى التي بدأتا بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك قبل بدء العدوان الروسي في 24 من فبراير 2022. يجب أن نوقف التقدم العسكري لروسيا، ووقف العالم الحر لمواجهة هذا العدوان بسرعة وبعزم. اتحادنا وعملنا سيحاولون على احتواء العدو، ولكن علينا أيضا أن نكون مستعدين للأسوأ، ونحن بانتظار الأسوأ أن يحدث. نعرف أنه يجب أن نفرض عقوبات على بوتين ونظامه نظرا للعمل العدواني الذي يرتكبه. علينا أيضا إيقاف النظام المالي السويفت في كل من روسيا وبيلاروسيا. علينا أيضا أن نمنع العملات المشرفرة استخدامها، وذلك مهم جدا لدرء أو لملء كل الثغرات المالية الموجودة. لقد أغلقنا أجواءنا، ولكن علينا أن نأخذ خطوة إضافية وإغلاق الموانئ والمرافق للسفن الروسية. علينا بالإضافة إلى ذلك إيجاد أدوات جديدة ضد بوتين حتى نحاول قدر الإمكان إعاقته في هذه العملية. نحن هنا للعمل على المدى الطويل، ونرى تغييرات سياسية كبيرة ضد روسيا في الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا، ولكن نحن أيضا بحاجة إلى الحفاظ على صبرنا الاستراتيجي لاتخاذ مثل هذه القرارات. تتوقع روسيا منا أن نأخذ خطوة للوراء، مثل ما فسر ديمتري ميدفيديف للرئيس فلاديمير بوتين وأقتبس عنه. عاجلا أم آجلا سيتعبون من مبادراتهم الخاصة، وسيأتون إلينا ليطلبوا منا العودة إلى المناقشات والمفاوضات فيما يتعلق بكل المسائل الاستراتيجية والأمنية. نهاية الاقتباس. ولكن سنثبت خطأهم، سيحاولون أن يختبرونا، وعلينا أن نقاوم كل هذه التجارب والاختبارات. الوضع الأمني الجديد يتطلب منا إحداث تغييرات جديدة في أوروبا، منها في الدفاع الإستوني. لطالما أمضت إستونيا أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي لتخصيصه للدفاع. في يناير التزمت حكومتي بزيادة هذه النسبة أكثر، مما يعني أنه في عام 2023 سترتفع ميزانية هذا العمليات العسكرية ليصل إلى 2.44% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الأسابيع المقبلة نحن بحاجة إلى استراتيجية معززة للدفاع عن منطقتنا، ويعني ذلك تعزيز دفاعاتنا الجوية والأرضية والبحرية. أود أن أتشكر الولايات المتحدة والممثل الولايات المتحدة للقرارات السريعة التي اتخذت، وذلك لإحداث تغيير في دول البلطيق. علينا الاستمرار بالعمل معا للمدى الطويل. وبالتالي أطلب اليان بإقامة
مجموعة عمل فاعلة ونشطة في دول البلطيق وتابعة للناتو. ختاما أود أن أشكركم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والإدارة الأمريكية لعملكم الدؤوب، بالإضافة إلى الاستشارات المستمرة التي أجريتموها معنا ومع حلفائنا لبناء اتحاد ضمن دول الأعضاء في حلف الناتو. نعرف أن القرارات المشتركة أثبتت قوة الديمقراطية. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك. طب يومكم جميعا، وشكرا جزيلا لك ليس فقط لهذا الترحيب الحار اليوم، ولكن أيضا للمناقشات المثمرة التي أجريناها. وأقدر أفكارك وأحيي فعلا قيادتك للبلاد، وسرني أيضا أن أكون مع صديقي وزير الخارجية، وأدعو أيضا أن أحيي الرئيس الإستوني أيضا. It's great to be in Tallinn as Secretary of State for the first time. يشرفني أن أقوم بهذه الزيارة وبهذه الجولة لهذه المنطقة كوزير للخارجية الأمريكية، وذلك للاحتفاء بمئة عام على علاقتنا الدبلوماسية. وكنا نتمنى إجراء هذه المناقشات ضمن ظروف مختلفة، وشاهدنا خلال الأشهر الماضية لزيادة احتمال العدوان الروسي ضد أوكرانيا. كنا نأمل بالأفضل، ولكننا توقعنا للأسوأ، ولقد عملنا على كل هذه التحضيرات وسأذكرها لاحقا. خلال الأيام المنصرمة وخلال لحظة حيوية لأوكرانيا ولأوروبا وللعالم، بدأت العمل مع شركاء والحلفاء من حول العالم وفي بروكسل وفي الناتو ومن خلال اجتماعات مجموعة السبعة، وقد أيضا زرت مركز ترحيب اللاجئين في بولندا، ووقفت مع وزير الخارجية البولندي على الأراضي الأوكرانية، كما أجريت زيارة لمولدوفيا التي تحاول زيادة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى زيارة إلى لاتفيا وليتوانيا والآن إلى إستونيا. والآن نتكلم عن الحرية والحرية وسيادة القانون وسيادة الأراضي، بالإضافة إلى النظام العالمي الذي يسعى إلى الحفاظ على الأمن والسلم في أي مكان. وكما ذكرت في جولتي، شعب إستونيا قد عاش سنوات وعقود تحت الحكم السوفيتي، ويفهم كم أن هذه الحرب غير المبررة وغير المستفزة ضد أوكرانيا خاطئة، وأنه يحق لأي دولة أن تتخذ قراراتها ومصيرها بحد ذاتها والحفاظ على استقلال. نعرف ارتفاع عدد المصابين من الأطفال والنساء في أوكرانيا، وبحسب الأرقام الأخيرة اضطر أكثر من 1,700,000 شخص لمغادرة أوكرانيا، وهناك مئات ألف الأشخاص الذين نزحوا داخليا، وهناك أيضا مئات الآلاف الذين يحاولون مغادرة المدن الكبيرة، ولكنهم يتعرضون للقصف من قبل القوات الروسية ويمنعهم من اتخاذ المبررات الإنسانية. نحن نطالب روسيا بإيقاف العمليات، وذلك لمساعدة الناس الذين قطعت عنهم الكهرباء والمياه والمنظمات الغذائية، وأن تسمح روسيا أيضا للمنظمات الدولية غير الحكومية كالمنظمة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الاستمرار بعملها على الأرض. الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها ستستمر بالوقوف مع أوكرانيا. سنساعد أيضا المساعداتنا الدفاعية لمساعدة أوكرانيا، وسنعمل مع الشركاء الإنسانيين على الأرض لتوفير المزيد من المساعدات للأشخاص داخل أوكرانيا، بالإضافة إلى الذين غادروا هذه الأراضي. كما سنستمر بممارسة الضغوط على كريملين وكل من ساعد سيد بوتين في الاستمرار في هذه الحرب. الإدارة الأمريكية تعمل أيضا مع الكونغرس لبذل حتى المزيد، وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن 10 مليارات دولار، وذلك سيخولنا توفير المساعدات الإنسانية وغيرها حين يلزم الأمر ذلك. نعرف أن إستونيا قد وفرت الكثير من المساعدات إلى أوكرانيا، منها صواريخ جافلان، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية، وتعهدت باستقبال أكثر من 10 ملايين لاجئ في حال قرروا المجيء إلى إستونيا والدخول إلى المجتمعات والمنازل الإستونية.
ولقد أجريت زيارة إلى دول البلطيق خلال الأيام المنصرمة، ولقد لاحظت كم أن هناك دعما كبير للشعب الأوكراني، ونستمر برؤية العلم الأصفر والأزرق الأوكراني معلق على المنازل والمباني، وأعتقد أن هذه رسالة دعم قوية جدا. مع أن كما ذكرت رئيسة الوزراء، الولايات المتحدة وإستونيا تتشاركان عمليات دفاعية، وكما ذكر الرئيس بايدن سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو بكاف وذلك مع كافة قواتنا. سنلتزم أيضا بالبند الخامس من ميثاق الناتو، وأي اعتداء على دولة أعضاء في الناتو هو اعتداء على ناتو برمته، ونحن الآن مستعدون لمواجهة أي تحدي يأتي إلينا. خطط الدفاع الناتو قد تحسنت وذلك استجابة للعدوان الروسي، والآن لدينا السلطة لنشر القوات اللازمة عبر الحدود، ونعرف أن هناك الكثير من الدول التي التزمت بتوفير المعدات والمساعدات الإضافية، وتكلم بايدن عن إرسال 7,000 جندي إلى المنطقة وذلك إلى الجبهات المختلفة، ولقد حشدنا أيضا طائرات النفاث F-35 إلى المنطقة، كما نعمل على تعزيز الدوريات الجوية للناتو، ونعمل مع إستونيا والدول البلطيق فيما يتعلق بالأمن السيبراني وأمن قطاع الطاقة، وهذا مهم لأمننا المشترك. خلال السنوات 30 الماضية شكلت دول البلطيق حائطاً.